كل حضراتكم مشاهدي قناة النهار في كل مكان في العالم، يوم جديد وبداية حلقة جديدة من طاقة نور إن شاء الله تستمتعوا وتسعدوا معنا، والأهم كمان تستفيدوا معنا من خلال متابعتكم لحلقتنا النهاردة. كلنا عارفين إن شهر رجب من أجمل وأحب شهور السنة، بس اشمعنا ليه؟ يعني نظرا لأهمية شهر رجب وفضله العظيم، هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن بعض جوانب فضل هذا الشهر مع ضيفي العزيز اللي بنسعد دايما بوجوده معنا في البرنامج، فضيلة الشيخ احمد دسوقي الداعية الاسلامي. مساء الخيرات على حضرتك واهلا بيك. مساء النور على حضرتك. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله، نتقلب في نعم الله. الحمد لله، ربنا يخليك. كلنا عارفين من قديم الازل انه واحد من اجمل الشهور شهر رجب، بس مش بالضروره نكون مدركين الى اي درجه، يعني هو فعلا شهر عظيم وليه فضل كبير. طبعا. وش معنى الشهر ده وبناء على ايه؟ ليه خصوصيه كده وليه تفرد لوحده؟ جميل. في البداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. وفيك يا رسول الله تفيض المحابر شوقا وتهفو النفوس حنينا إليك، تطيب الحياة بذكرك دوما ويشرح قلب يصلي عليك. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا: إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها؟ ليه يا رسول الله؟ قال: لعل أحدكم أن تصيبه نفحة من نفحات الله فلا يشقى بعدها أبدا. من أيام ربنا اللي فيها النفحات شهر رجب، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ونعم بالله خلق الأماكن واختار من الأماكن أحب الأماكن إليه، بيت الله الحرام طبعا، المسجد النبوي والمسجد الأقصى، وخلق الأشخاص وأحب الأشخاص إلى الله عز وجل الأنبياء، وبعد كده الرسل، وبعد كده الصحابة، وكذلك الأزمنة. وكذلك الأزمنة، إحنا الوقت عايشين في أزمنة محببة إلى الله عز وجل، ألا وهو شهر رجب، شهر المحرم. شهر رجب أحد الأشهر الأربعة اللي هما الأشهر الحرم. والأشهر الحرم كلنا حافظينهم: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. شهر رجب ده شهر حرام. يعني ايه كلمة شهر حرام؟ بمعنى ايه؟ عارف حضرتك لما بقول مكة ارض حرام، يعني ايه مكة ارض حرام؟ يعني الطاعة فيها مضاعفة، الصلاة هناك ب100,000، والذنب مضاعف. تخيل ان واحد خد رشوة قدام الكعبة، مصيبة مصيبة. الرشوة في اي مكان حرام، السرقة في اي مكان حرام، لكن جوه المكان ده هو أشد جرما والعقاب أشد. ليه؟ لأن مكة أرض حرام. أرض إيه؟ أرض حرام، يعني في حد مكاني، ربنا جعل في الأرض حد مكاني، المصيبة في أي مكان حرام، لكن هنا الضعف. وكذلك ربنا جعل في الأزمنة زمن حرام، يعني إيه؟ الرشوة في أي وقت حرام، لكن في الأيام دي اللي هي الأشهر الحرم بتكون مضاعفة. مضاعفة. علشان كده الإمام الشافعي كان قال: يا جماعة اللي يعمل عقوبة في الأيام دي تضاعف. يعني اللي مثلا عمل مشكلة، سرق حاجة، عمل حاجة، اغتصب، زنى، قطع طريق، أي عمل، أي مشكلة يعاقب عليها القانون، خد مثلا شهر حبس، في الأيام دي لو عملها ياخد شهرين، مضاعفة. علشان كده في حاجة اسمها حد مكاني عند ربنا، وحاجة اسمها حد زماني عند ربنا. حد مكان اللي هي الكعبة، وحد زمان اللي هو الأشهر الحرم الأربعة. وكأن ربنا عز وجل جاب لنا الكعبة في الأيام اللي احنا فيها دي. قال لك خلي بالك، الأشهر دي أشهر رجوع لربنا، في خريطة تعبدية، مواسم عبادة زي رمضان، وقبلها مواسم رجوع إلى الله، مواسم توبة زي رجب. وكأن ربنا بيقول لك قبل ما تخش الموسم العبادة الكبير ده، خش الضيف، أهل نفسك، أهل نفسك، أوعى تظلم حد ولا تظلم نفسك. تظلم نفسك بأنك ترتكب المعاصي، تظلم نفسك أنك تبتعد عن الطاعة. فربنا قال في الحد المكان اللي هي مكة: قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وجعل ربنا سبحانه وتعالى شعار الأشهر الحرم الأيام اللي احنا فيها، قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ظلم النفس إنك ترتكب المعاصي، ظلم النفس إنك تغضب ربنا، ظلم النفس إنك تعق الوالدين، ظلم النفس انك تاكل حقوق العباد، ظلم النفس انك مقصر في حق نفسك. طب مش المفروض بقى شيخ احمد ان في الحاله دي تبقى المرجعيه المعرفه، معرفتك بالمعلومه نفسها، بمعنى ان ممكن يكون حد مثلا عمل معصيه ما في واحد من الاشهر الحرم، بس هو ما يعرفش التفصيله بتاعت
ان من مواصفات او أيوة. صفات الاشهر الحرم ان العقوبه فيه بتضاعف. عشان كده احنا قلنا واجب كل العلماء في اي منبر على المنابر اللي في المسجد ده اسمه منبر، المفترض احنا في ايام نعرف الناس نفحات ربنا ونعرف الناس خلي بالك الخطوره في الايام دي مشكله كبيره. ليه البركه حرمت من البيوت؟ لان احنا مش عارفين ازاي البركه بتيجي. ده شهر ممكن تبقى رابطه النفحات بالجزء الطيب فيها فقط من غير الجزء الثاني. بمعنى ايه؟ ان الناس ممكن تبقى فاهمه ان من كرامات وفضل الاشهر الحرم ان لو انت عملت حاجه كويسه في حياتك بتاخد عليها اجر يعني ثواب مضاعف. وقفوا لحد هنا. ما يعرفوش بقى ان الكلام ده بحذافيره ينطبق كمان على السيئات. لا اقول لحضرتك حاجه. لو السنه بدون رمضان الدنيا هتمشي. لكن بدون رجب الدنيا مش هتمشي. عارف ليه؟ ليه؟ ربنا قال ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض. يعني من اول ما ربنا خلق السماء والارض كتب عنده في اللوح المحفوظ ال 12 شهر اللي هم الاشهر الهجريه اللي احنا كلنا وحضرتك والناس كلها حافظاها. منهم اربعه حرم. قال بعدها ايه؟ ذلك الدين القيم. يعني بدون الاشهر الحرم دول انت مش هيكون لك قيمه. يعني الاشهر الحرم ده وشهر رجب ده هو اللي هيقيمك على حيلك، هو اللي هيرجع، هو ده العمود الفقري اللي هيوقفك. ليه؟ لان كل واحد فينا في الحياه بيرتكب ذنوب لازم تتوب منها وترجع لربنا وتفرمل في الايام اللي احنا فيها دي. هو اللي حضرتك تفضلت بيه ده مش معناه بس انه شهر فيه يعني تقييم للانسان، ده ممكن كمان يبقى فرصه عظيمه للتقويم سلوكه من منطلق ان طالما السيئه هتبقى مضاعفه بلاها وطالما الحسنه هتبقى مضاعفه يا اهلا بيها. يعني فاهم قصدي؟ فالواحد يخلي سلوكه حسن في الفتره دي. لذلك الحلقه بتاعت النهارده جاي اوصل رسالتين. الرساله الاولى بقول للناس كلها واعرفوا يا جماعه ان شهر رجب شهر حرام. يعني كل شاب، كل فتاه، كل واحد فينا عنده معصيه، عنده مشكله في حياته، فرمل في الايام اللي احنا فيها دي لان عقوبتها بتضاعف طبعا. ومش هتخليك تعرف تخش على رمضان صح. رمضان ده كاس عالم. كاس العالم ما ينفعش فريق يخش كاس العالم بدون تدريب وبدون معسكر. دي معسكر، لو دخلت على كاس العالم مباشره بدون تدريبات وبدون معسكر هيحصل تمزق في الاربطه ويحصل شد عضلي وهتتعب ومش طبعا. وهتفشل. وده السبب اللي بيخلي ناس كتير جدا يجي يوم 5 رمضان مش قادر يقيم الليل، مش قادر يصلي التراويح، يجي يوم 10 يلاقي زمايله كلهم خلصوا ختمه وختمتين واللي ماشي في ختمته تمام وهو مش عارف يكمل الجزء. ليه؟ لانك ما تدربتش في الايام اللي احنا فيها دي، ما تحركتش. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن شهر شعبان قال ذاك شهر، شهر شعبان ده شهر بيترفع فيه الاعمال على الله عز وجل زي الجرد السنوي بتاع الحكومه. في حاجه اسمها كده شهر 7 جرد سنوي تشوف الدنيا. فده شهر عرض القلوب على ربنا عز وجل. فالنبي قال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس. دي معناته ايه؟ معناته ان رجب ورمضان ما تغفلش عنه. رجب ورمضان دول مواسم عباده الناس ما بتسيبهمش ابدا. علشان كده العلماء قالوا رجب اللي احنا فيه الوقت ده شهره غرس الزرع. يعني معاك زرعه كده بتغرسها، بتشتغل، قاعد بتتعب وبتغرس في الارض وبتبذر البذر. وشهر شعبان شهر سقي الزرع، وشهر رمضان شهر الحصاد. شهر الحصاد يعني التعب مش في رمضان. ايوه التعب في رجب وشعبان، التعب في الايام اللي احنا فيها دي. اتعب في الايام دي عشان خاطر تعرف تحصد في رمضان. طب ليه تسمى بالشهر الفرد؟ شهر فرد لانه ذو القعده وذو الحجه ومحرم ورجب دول اربع حرم. ثلاثه ورا بعض، ذو القعده وذو الحجه ومحرم دول ورا بعضهم. اما رجب ده فرض لوحده. وسبحانك يا رب. قال لي ده برضه معنى ما؟ طبعا. ربنا عز وجل جاب الاشهر الحرم على مرحلتين، لان كل واحد فيه ذنب. يعني اقول لحضرتك حاجه، اللي بيشرب مخدرات وربنا عز وجل يعافينا ويعافي المبتلى يا رب. اللي بيشرب مخدرات ده تعرف تمنعه مره واحده كده عن المعصيه؟ لا. ولا تدريجي؟ تدريجي. ربنا جعل مواسم التوبه والرجوع اليه سبحانه وتعالى فترتين. واحده في نص العام في رجب، واحده فين؟ ذي القعده وذي الحجه ومحرم. حضرتك الشهر اللي احنا فيه ده شهر كله بركه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. عارف يعني ايه بركه؟ يعني ايه بركه؟ اقول لك بركه يعني ايه. لما سيدنا النبي قال كده اعرف ان الشهر ده فيه بركه. سيدنا النبي ما دام دعا بالبركه يبقى الشهر كله بركه. طبعا. ازاي؟ كان سيدنا انس بن مالك ما عداش عنده العشر سنين. امه خدته كده وراحت لسيدنا النبي قال له يا رسول الله خليه معاك يخدمك بس ادعي له دعوه. قال يا رب هو لسه ابن 10 سنين. اللهم اكثر ماله
وأكثر ولده ثلاثة، وبارك له في عمره وأطل له في عمره أربعة، واغفر له. دعاله بكم دعوة؟ أربعة. سيدنا النبي دعاله أربع دعوات. سيدنا أنس بن مالك يقول، كان عنده 10 سنين، يقول فدفنت من صلبي 102، 102 واحد دفنه من صلبه، أكثر ولده. رقم اثنين وأكثر ماله، شوف الفلوس اللي كانت عنده، يقول كان عندي بستان زي مزرعة تطرح في العام مرتين، وكانت السحابة تمطر في أولها ولا تمطر في آخرها من كترها. يعني السحابة لما بتمطر بتجيب في أول الأرض وما تقدرش تجيب في آخرها، توصلش الأخيرة. رقم ثلاثة أطل في عمره، إن ربنا يبارك له في عمره، يقول فتجاوزت 100، ويقول والله لقد بقيت حتى سئمت الحياة، خلاص عاوز إيه خلاص. يقول وأرجو من الله الرابعة، إن هو ربنا يغفر. النبي لما بيدعي الحاجة يبقى فيها بركة، فشهر رجب ده شهر بركة، كلنا نقبل فيه على الله عز وجل بإن إحنا نعمل الأعمال الصالحة، بإن إحنا نرجع لربنا. عشان كده دول رسالتين النهاردة جاي أوصلهم للمشاهدين عن طريق حضرتك. الرسالة الأولى نرجع لربنا، كفاية. ليه؟ مستغنين ليه؟ ليه؟ الأمر الثاني إنك تزرع الأيام اللي إحنا فيها دي، ازرع، اشتغل. من النهاردة امسك المصحف اقرأ صفحة، لا 5 سطور كفاية. صلي مش 11 ركعة، ركعتين. اعمل عمل صالح، تصدق، بس كل يوم واظب، عشان لما رمضان يجي تكون الدنيا ايه مشت. تخيل لو احنا ابتدينا من النهاردة. يكفي خاصية او الاوبشن بتاع ان الاجر مضاعف. مضاعف بالله عليك، لو حضرتك اشتغلنا من الكلام ده من دلوقتي هتشعر بايه؟ منتظر ايه من ربنا عز وجل؟ منتظر ايه؟ انت قطعت العبد قطع السيد، منتظر ايه من السيد؟ ان هو يكرم عبده طبعا، لانه سمع الكلام. ده لو اكرمه بمجرد العفو مش عايزين احلى من كده. تخيل ان الصحابه لما كانوا بيعملوا كده طبعا، ربنا عز وجل كان بيصب عليهم الخير في شهر رجب. علشان كده بقول لحضرتك ان شهر رجب ده اسمه شهر الاصب. الاصب ايوه جاي من الصبب، لان ربنا كان بيصب الخير، لان ربنا كان وما زال، ربنا بيصب الخير على عباده اللي هم بيرجعوا له في الشهر ده وبيعملوا له اعمال صالحه، يصب عليهم الخير ايه؟ صبا. فاسال الله عز وجل ان يصب علينا الخير صبا، والا يجعل عيشنا كدا، وان يجعل السعاده فراشنا والهناء غطاءنا. اللهم امين، اللهم امين. كل يقول امين. امين يا رب العالمين. اللهم امين. الله، طب يعني شهر رجب ده فيه كثير من نفحات وخيرات شهر رمضان، ومش بالضروره نكون احنا واخدين بالنا من كده. طب ما هو النبي اللي قال كده، قال لما سئل عن شهر شعبان قال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، وكأن الناس مركزة مع رمضان بس. وكأن كلهم الثلاثة مواسم عبادة، مواسم طاعة ونفحات، بس الناس بتغفل عن ايه؟ شعبان، وبتهتم برجب ورمضان. فأصلا الطبيعي ان احنا كانوا زمان بيهتموا برجب، لكن احنا طبعا مشاغل الحياة والكلام ده كله نسيتنا رجب، ما بنفتكرش الا رمضان عشان خاطر الصيام فقط. لا، ركز كل واحد فينا من النهاردة، من النهارده كلنا نركز في الايام اللي احنا فيها دي، ابتدي اشتغل، ابتدي ازرع. اللي هتزرعه هتلاقيه، هتحصده. بالله عليك، عمرك شفت في حياتك حد بيزرع ليمون بيجي يطرح تفاح؟ بيطرحه الليمون زي ما هو زرعه. فاللي هيزرع ليمون هيلاقي ليمون اكيد، واللي هيزرع تفاح هيلاقي ايه؟ تفاح. واللي مش هيزرع ما ينتظرش الحصاد، اصل انت اصلا ما زرعتش، الارض عندك بور. علشان كده شهر رجب اسمه شهر الزرع. يا ترى هتزرع ولا مش هتزرع؟ وعلى ذكر الزرع، تعالى بقى ايه بعد اذنك كده ايه نروح لموضوع تاني، هو يبدو منفصل ولكنه متصل بطبيعه الحال، من منطلق ان الكلام برضو فيه هو كلام عن الخير في المقام الاول. برضو واحده من المبادرات الجميله الحقيقه اللي بتعملها مؤسسه نبض الحياه سقيا الماء، وتحديدا حفر الابار في صحراء مطروح. جميل. واحنا دلوقتي في الموسم بتاع الامطار الحلوه، الله. والناس اللي محرومه من الميه ما بتصدق ان يجي الموسم ده، فقط في حال وجود بير عندهم. طبعا. تعالى تعالى الاول نفتح كلامنا بتقرير ونرجع نعلق عليه، اتفضل. كلنا بنسمع مقوله اعمل الخير وارميه في البحر، لكن النهاردة جاي أقول لك من صحراء مطروح، من صحراء براني، اعمل الخير وارفعه للسماء. أيوة، اعمل الخير وارفعه للسماء. يا سلام، جميل قوي إن حياتك كلها تكون لله، أكلك لله، شربك لله،
صلاتك لله، ذبحك لله، عملك لله، وظيفتك لله، حياتك كلها مع ربنا عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، أيوة لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. جميل إن حياتك كلها تكون مع ربنا. عارف يعني إيه إنك تعيش مع ربنا وحياتك كلها تكون مع ربنا عز وجل؟ يعني ربنا عز وجل هيتجلى عليك بكل أسمائه الحسنى، بكرمه سبحانه وتعالى يكون معاك. لما تكون كل حياتك لربنا وتعرف معنى كلمة إنك خلقت في الأرض علشان تعبده، وأي عمل بتعمله لله عز وجل، أي عمل بتعمر الأرض لله عز وجل، ربنا عز وجل هيعطيك من كرمه الفياض، من رحمات ربنا عز وجل. علشان كده سيدنا النبي قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، شوف سيدنا النبي قال ايه، فقد استكمل الايمان. هو ده المؤمن الصح اللي عارف هو في الارض ان هو عبد، والسيد الله في السماء، فهو عبد لسيد، فكل اعماله اللي بيعملها في الحياة لسيده ومولاه لله. الحاجة نور عبد العليم بندعي لها كلنا على لسان أهل سيدي براني، وبنقول لها ربنا يريح قلبك زي ما ريحت قلبنا، وزي ما طمنتينا هنا وأمنت لنا مية ربنا اللي بتنزل لنا كل لحظة في موسم الشتاء، بتقضينا بقية المواسم التانية. بندعي لك أن ربنا سبحانه وتعالى يسقيك بيد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا تظمئن بعدها أبدا، وأن يسقيك قبل ذلك من بئر زمزم. أنت عمرك نورت قبل كده؟ أيوة. هتقولي نورت؟ أنا نورت. عمرك ما نورت؟ عشان الملائكة تهتدي إليك، عشان الملائكة في السماء عند ربنا تشوفك. أنفق في سبيل الله عشان تنور، تصدق في سبيل الله عشان تنور، عشان ملائكة السماء تشوفك، عشان ربنا سبحانه وتعالى يعرفك. اعمل معروف تعرف به في السماء، اوعى تتأخر، وخليك كريم، واعمل لك بير مية زي الحاجة نور عبد العليم. يعني حفر البئر بيمثل المهمة الرئيسية اللي احنا موجودين على الأرض عشانها، طبعا العبادة وإعمار الأرض، الاثنين حاصلين بالفعل، متحققين من خلال حفر البئر. طبعا البئر، بئر لله عز وجل، بئر الحاجة نور. هذه الأبار هي حياة في الأرض، حياة، لكن عليها مسميات تمثل كلمات. خلي بالك لما يكون العمل الصالح والاسم جميل بتديك تفاؤل وطمأنينة مع هذا العمل. وخلي بال حضرتك ان دي ارض صحراء، مش هيكفون بير ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة. لو احنا بصينا هنلاقي كلمة بئر رقم 589 لعام 2021، فده معناته ان في 588 بير محفورين قبل كده لعام 2021. ايوة طبعا. ولا زال العطاء مستمرا. يعني موضوع ان البير هناك اصلا ما يكفي بيت، اخره بيت. قال لا، مش انتوا البيت اللي هي يعني أسرة اب وام وثلاث اربع اولاد. لا، واحد من اللي بيشوفنا الوقت، مش انتوا كنتوا بتقولوا ان البير بيكفي شارع باكمله؟ ده اسمه بير ارتوازي. عايزين نفرق ما بين حاجه اسمها بير ارتوازي وبير لتجميع مياه الامطار. هو في فرق. ايوه طبعا. بير ارتوازي ان انت بتحفر تحت الارض عمق 45 50 43 47 على حسب التربة اللي بتقول لك هنا في المكان ده مية نظيفة تعرف تشربها. ده اسمه بير ارتوازي، بتطلع مية نظيفة من تحت الأرض، وده بيكون على حسب البيئة، على حسب المكان. وبالمناسبة شيخ أحمد، معلش أنا آسف. لا اتفضل. هو الـ الآبار اللي من النوع ده لا تنضب، اللي هي تحت الأرض، اللي هو الارتوازية، أبدا لا تنضب أبدا. سبحان الله. اصلا يعني من نعمه ربنا. انا فاكر دي خاصيه بئر زمزم بصفه خاصه. لا، طول ما هو بيجيب، طول ما فيه، طول ما هو شغاله، هو لو ما جابش يبقى في عطل فين؟ في استخراج الميه. استخراج. طيب خلينا نقف عند النقطه دي ونطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل.
مع الشيخ احمد بقول له ان انا كنت فاكر يعني ان دي خاصيه يعني وحيده او لوحدها بيتفرد بيها بئر زمزم، بس قال لي في مجمل اجابته على تساؤلي ده ان جمله ان الارض عايمه على ميه. طبعا يعني معنى كده ان فعلا اي بير ارتوازي لو اتحفر كما ينبغي على بالعمق المطلوب طبعا خلاص هو مصدر دائم ومتجدد للمياه للمحتاجين في المنطقه. بشرط الصيانه الدائمه للبير. اه صيانه دائمه عاد موجود مع على فهيعيش معاك مفيش اي مشكله. طب خلينا دلوقتي بما اننا بنتكلم عن مطروح وصحراء مطروح وبراني نتكلم عن حفر ابار تجميع مياه الامطار. ما انا بوضح في فرق بين الاثنين. لان في واحد متبرع عمل متبرع لبير في صحراء مطروح اللي هو تجميع مياه الامطار. فبيقول لي ده شكل البير، ليه ما فيش حنفيات؟ ليه ما فيش فنطاس ميه؟ فهو كان قصده ده شكل البير الارتوازي وده شكل البير بتاع تجميع مياه الامطار. هنا في صحراء مطروح ما ينفعش اعمل بير ارتوازي، هيكلفك اكتر من نص مليون. ليه؟ عشان اجيب ميه من تحت الارض في صحراء براني لا يقل عن 180 200 متر تجيب ميه من تحت الارض، ومش هتطلع كمان ميه عذبه لان هي ميه مالحه ومعالجه كيميائيه كمان اضافيه وفلتره وكلام كبير. وهل هم كمان لو احنا صرفنا الملايين دي هل هم هيستخدموها؟ قال لك لا. ليه؟ لان الناس دول ابائهم واجدادهم متعودين ان هم يشربوا ميه المطر. يعني ما فيش اي وسيله ميه الا ميه المطر. نعم، فده شكل البير اللي هو تجميع مياه الامطار، بيكون عباره عن غرفه تحت الارض بيجمعوا فيها المطر، وده زي ما احنا منتظرينه في الوقت ده في فصل ايه؟ الشتاء. طبعا ده موسم مش هي مواسم، الدنيا كلها مواسم في الحاجات، يا تلحق يا ما تلحقش. فرصه انت في رجب اعمال صالحه رجوع لله عز وجل، اعمل لك احفر لك بير يكون لك عمل صالح ونور لك في الدنيا وفي الاخره، ويبقى في موسم الامطار يعني مع بدايه البير مع بدايه وجوده اصلا في الحياه هيتملي رضاني من غير حاجه. ايوه. طيب خلينا نشوف برضو التقرير اللي معانا ده ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. حمله سقيا الماء في مؤسسه نبض الحياه جايه النهارده منطقه علم الحرش في سيدي براني في صحراء مطروح، جايين نشوف مشكله جات لنا استغاثه بسببها. ايه هي المشكله ديت؟ ده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي. ايه المشكله اللي عندكم؟ عندنا مشكله بعد الميه منا بعيد، كنا مشوا على حمير ونمشوا على جميل وبعدها بعنيه ومشوا على كرعينه تسمع، واللي هي عطشوا، وانتم جزاكم الله خير قربتوا لنا قريب وجزاكم الله خير. املك في الله ايه وفي اهل الخير؟ الحمد لله ربنا يكرمنا تسمع باهل الخير يساعدوا بكل جوع ان شاء الله. ده امله في ربنا وامله في حضراتكم انكم تجبروا بخاطره وتطمنوهم وبشروهم. انا ببشره بالنيابه عن حضراتكم لان واثق فيكم، والثقه دي جايه من عند ربنا سبحانه وتعالى. واثق فيكم ان مدد ربنا سبحانه وتعالى جاي، وان شاء الله هنطمنهم ومش هنحسسهم ابدا انهم لوحدهم وان احنا دايما جنبهم. حاجه صعبه جدا يعني، واحنا شوف وصلنا يعني لسنه كام وفي ناس لسه عايشه على ميه المطر باختصار، مياه الغيث. هي مش حته حاجه صعبه. ليه؟ انا كنت مع واحد من الناس دول واتكلمت معاهم وقلت لهم يا جماعه طب ايه رايكم بدل التعب اللي انتوا عايشينه ده؟ مش مستغرب يعني انت عشان خاطر حضرتك تجيب لقمه تاكلها بتخرج 30 كيلو او 40 كيلو وترجع تاني والحياه والطبيعه، طب ما تخرجوا عيشوا في مطروح اللي هي المصيف اللي هي الرفاهيه. قال لي انا بالنسبه لي دي زي السمكه في الميه، لو خرجت هتموت وانا لو خرجت اني اموت. قال لي لا انت تعرف تيجي تعيش مكاني ولا انا اعرف اجي اعيش مكانك في المدنيه. فقال لي انا واخد على الجو والطبيعه دي، لا حاجه عايشين الزراعه هناك، التين برشومي طبيعه، الزيتون طبيعه، موضوع الشعير اي حاجه بتخرج من الطبيعه بياكلوها وبيرعوا الاغنام والحيوانات والطيور وسعداء بالحياه جدا، حياه مش عايزين يستبدلوها فيها تلوث ولا كورونا ولا مش فشل كلوي ولا وجع القلب ده كله خالص، وعايشين بالحياه دي ولا يرضوا ان هم يستبدلوها بحاجه تانية حتى لو معاهم كنوز الدنيا. قال لك مستحيل. حتى طبيا لما بيحتاجوا حاجه هم برضه عندهم العلاج بالاعشاب، كلمته في الموضوع عندهم عالمهم. قلت له يعني ايه المشاكل اللي بتقابلكم طبيا؟ قال لي حاجه واحده، موضوع المراه لما بتيجي عندها تولد بننزل اسكندريه وبنروح مطروح عند دكتور ولاده،
خلصت بس كده بفضل الله عز وجل. الناس دماغها رايقه. الغزاله عندهم رايقه. رايقه صحيح. بس مش منغص على الغزاله غير نقص مشكلته في... ايوه الله يفتح عليك بقى طبعا. ايه مشكلته؟ الحاجه الوحيده ان يلاقي مطر ربنا، نعمه ربنا، الميه نازله ومن غير ما تتهدر على الفاضي وتهدر في الصحراء طبعا بدون حاجه، بير يحفظها لهم، يقدر يستعينوا بالميه دي على الحياه طول السنه. تكلفه حفر البير، حفر البير اللي هو في مطروح 25,000 جنيه. نعم 25,000 جنيه. طبعا ده غير البير توازي 35,000، اما ده بير مطروح 25,000 جنيه. اللي سعته بتكون قد ايه تقديم تحديدا يعني؟ على حسب طبيعه الارض، ممكن تكون 100 ممكن تكون 70 ممكن تكون 50. بمعنى ايه؟ انا الارض هو عشان خاطر هو بيعمل غرفه تحت الارض. طبقه الارض، طبقه الارض هنا هتقدر تستحمل معايا لغايه، لانه بيتعمل في اماكن معينه اللي هي الاماكن اللي بتصب فيها مياه الامطار عشان خاطر ايه المطر بتنزل جميل. عليه. فممكن يجي يقول لي مهندس بقى، يقول انا اخري هنا واخري هنا، ف70 متر حلو جدا يكفي، 70 متر تحت غرفه 70 متر كبيره، مساحه كبيره جدا. طب يعني المياه اللي بتتجمع فيه بعد تجهيز البير وبعد تبطينه وكل حاجه بيستخدمها بقى اكل شرب غسيل اكل الحيوانات على طول. وبقول انا مره جه في ذهني، طب افرض البير ده فضه مفيش فيه ميه، الناس دي هتعمل ايه؟ هتموت؟ فقال لي اعوذ بالله ما تقولش كده. لما اتكلمت مع واحد قال، قلت له ليه؟ قال لي ما فيش الكلام ده خالص. قلت له ليه؟ قلت له مش ممكن سنه كده تعدي والدنيا ما تشتيش؟ قال لي ابدا. وسبحانك يا رب، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطه وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ربنا عارف ان القاهره احتياجهم للمية عشان يغسل الجو من عوادم السيارات والقرف والذنوب والبلاوي الموجودة في الجو، بس فيديك على قدك. هنا فلاح محتاج المطر علشان خاطر مثلا ان ساعات الترعة عنده بتجف، لكن يوم الترعة موجودة ويوم شغال فبيدله على قده. هناك مفيش عنده ترعة، اللي هي الترعة اللي هو زي النهر المصغر كده الشق، ولا عنده، محتاج المية حياته كلها. فتلاقي سبحان الله في الصيف الدنيا بتشتي، الشتاء في صحراء براني، عارف اللي فاتح حنفيه ومشغل مطر والميه نازله طبعا بتطص على الارض كده، هو هناك الميه في الشتاء بتعمل كده. لذلك بيقول ما فيش حاجه اسمها عندنا بير بيجف بفضل الله عز وجل. فسبحانك يا رب، هو اسمه الرزاق، سمى نفسه سبحانه وتعالى ومياه الغيث لا تحتاج اي تدخل كيميائي ولا فلتره ولا الهواء ولا ميه، كلها ربنا قال ونزلنا من السماء ماء ايه مباركا، ميه كلها بركه صحيح. ذاك ما ذاك حديث عهد بالله عز وجل، النبي كان بيجيب ميه المطر ويمسح بها وجهه، ولما سئل عن ذلك قال ذاك حديث عهد بربي، لسه جاي من عند ربنا عز وجل. لا محتاجين فلتر 7 مراحل ولا 20,000 مرحله ولا مش عارف، محتاجين شويه كالسيوم ومغنيسيوم في الميه عشان الميه نازله جايه خارجه مش عارف نسبه رمل، مفيش افلام المحرقه دي يعني كلها يعني الميه بتكفيهم طول السنه بفضل الله عز وجل بعد انتهاء موسم الامطار. فالناس عندها سبحانك يا رب عندهم يقين وثقه في الله عز وجل واريحيه في ان الله عز وجل هو الرزاق ذو القوه المتين. ونعم بالله خلاص. فهو ربنا اسمه العدل. بمعنى اسمه العدل، في فرق بين العدل والسوية. العدل والسوية، لو السوية كان ان الاستاذ كريم مثلا معاه 10 مليون، خلاص 10 من بوقك ربنا 10 مليون جنيه استرليني كمان استرليني الله عليك. احنا هنطمع الله عليك. سالته فاساله في الناس علاها تكون ساعه استجابه يا شيخ احمد. 100 مليون مش 10. والنبي والملك يقول له ولك بمثل ذلك. يا طبعا يا رب الله وكل اللي معانا. فلو كان اسمها بالسويه ما كانش ينفع ان انا او اي حد بيشوفنا دلوقتي ان ربنا عز وجل يقبض اجله الا لما يبقى معاه 10 مليون جنيه استرليني زيك زيه، لان اسمها سويه. اما العدل ان انت بتاخد ال 10 مليون دول، 5 مليون مال، 3 مليون اولاد وزوجه رب يعني مطيعين، 1 مليون حب الناس، نص مليون جار صالح، النص الثاني فلوس كده. هي كل واحد ليه حسبته توزيعة وحسبة، عشان كده ربنا اسمه العدل. ونعم بالله. فالنزل الارض الكره الارضيه ربنا اعطى لدول مثلا ايه الميه بوفره كبيره، غيرهم هتلاقي عندهم الميه قليله لان هو مش محتاج الميه، بس تلاقي عنده حاجه تانية موجوده من خيرات الطبيعه. فسبحانك يا رب، ده كونه وده مقسمه. الناس هناك فعلا في امس الحاجه لحاجه واحده بس، ان هم حاجه تجمع لهم رحمات ربنا اللي بتنزل منين؟ من السماء. زي حفر ايه؟ قبر. ودي حمله من حملات مؤسسه نبض الحياه، الا وهي حفر القبر. وبالنسبه لكل حلقه دايما بقول الثقه والمصداقيه اللي بتخلي المتبرع هو اللي يعمل. انا بقول اي واحد من اللي بيشوفنا
اي واحد من اللي بيشوفنا عاوز يجي بعينه. طبعا البير بيتحفر وكتب عليه اسم صاحب البير وبيصور فيديو وبيتبعت للمتبرع. البير رقم بيتبعت له فيديو وصوره منه وبيتبعت له اللوكيشن بتاع المكان، بحيث ان هو لو حب في اي يوم سنه السنه دي السنه اللي بعدها يعد ويشوف البير اللي هو عمله بيلاقيه موجود. ما فيش حاجه اسمها حد يتبرع بحفر بير وما تبعتش ليه اللوكيشن بتاعه. فالحمد لله دي مصداقيه. طب واحد يقول لي طب انا عاوز اجي، اهلا وسهلا ومرحبا، ما فيش اي ممانعه ابدا. واحنا رايحين نفتتح الابار لازم كل بير بيتفتح بير بير، يعني ال 589 بير اللي احنا شفناه الرقم 589 ال 588 لازم القمر تكون موجود عند كل بير. مش حاجه راح استلم ثلاثة او أربعة وابعت مشرف يبص بعينه، لا لازم القمرات تكون موجوده، يكون معاها شيخ من المشايخ الموجودين في المؤسسه. بقول وباكد وبكرر الكلام ده، لازم عند كل بير كاميره موجوده بتصوره فيديو وكذا، وتكون معاه شيخ يتابع يشوف البير ده دخل حيز التشغيل ولا لا، ممكن يكون حاجه مكت وخلاص او مرمي، لا مفيش الكلام ده، فيكون واقف وبيتابع الموضوع ده، وفيديو مرسوم وفيديو بيصور المكان، وواحد واقف بياخد اللوكيشن ويبعته للمتبرع في الحال مع الفيديو بتاعه كل حاجه فيها. ولو انت حضرتك عاوز تيجي في اي تبرع حضرتك عملته اهلا وسهلا ومرحبا، مفيش ادنى مشكله، وده اكبر دليل على الثقه والمصداقيه. ولو واحد مش قادر يشيل تمن بير ممكن ثلاثه او اربعه او خمسه او عشره مع بعضهم يقول لك احنا نشترك مع بعض، اهلا وسهلا مفيش ادنى مشكله، مفيش حاجه اسمها ان انا معيش تمن بير فمش هعمل، لا كلنا نتحرك. وهذا يا سلام بقى لما الكلام ده يحصل كمان ايه في وسط الاشهر الحرم. الله، ما انا بقول ده وهذا وشهر العظمه يعني اكتمل زرع. ايوه طبعا. طيب نشوف حضراتكم اخر تقرير ونرجع نختم حلقتنا، اتفضلوا. كلنا بنسمع مقوله اعمل الخير وارميه في البحر، لكن النهارده جاي اقول لك من صحراء مطروح، من صحراء براني، اعمل الخير وارفعه للسماء. ايوه اعمل الخير وارفعه للسماء. يا سلام، جميل قوي ان حياتك كلها تكون لله، اكلك لله، شربك لله، صلاتك لله، ذبحك لله، عملك لله، وظيفتك لله، حياتك كلها مع ربنا عز وجل. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، ايوه لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت. جميل ان حياتك كلها تكون مع ربنا. عارف يعني ايه انك تعيش مع ربنا وحياتك كلها تكون مع ربنا عز وجل؟ يعني ربنا عز وجل هيتجلى عليك بكل اسمائه الحسنى بكرمه سبحانه وتعالى يكون معاك. لما تكون كل حياتك لربنا وتعرف معنى كلمة انك خلقت في الارض علشان تعبده، واي عمل بتعمله لله عز وجل، اي عمل بتعمر الارض لله عز وجل، ربنا عز وجل هيعطيك من كرمه الفياض من رحمات ربنا عز وجل. علشان كده سيدنا النبي قال من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله، شوف سيدنا النبي قال ايه، فقد استكمل الايمان. هو ده المؤمن الصح اللي عارف هو في الارض ان هو عبد والسيد الله في السماء، فهو عبد لسيد، فكل اعماله اللي بيعملها في الحياه لسيده ومولاه. الحاجة نور عبد العليم بنتقالها كلنا على لسان أهل سيدي براني، وبنقول لها ربنا يريح قلبك زي ما ريحت قلبنا، وزي ما طمنتينا هنا وأمنت لنا مية ربنا اللي بتنزل لنا كل لحظة في موسم الشتاء بتقضينا بقية المواسم التانية. بندعي لك إن ربنا سبحانه وتعالى يسقيك بيد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا تظمئن بعدها أبدا، وأن يسقيك قبل ذلك من بئر زمزم. أنت عمرك نورت قبل كده؟ أيوة. هتقولي نورت؟ أنا نورت. عمرك ما نورت؟ عشان الملائكة تهتدي إليك، عشان الملائكة في السماء عند ربنا تشوفك. أنفق في سبيل الله عشان تنور، تصدق في سبيل الله عشان تنور، عشان ملائكة السماء تشوفك، عشان ربنا سبحانه وتعالى يعرفك.
اعمل معروف تعرف به في السماء، اوعى تتأخر، وخليك كريم واعمل لك بير مية زي الحاجة نور عبد العليم. طيب احنا كنا وقفنا في الكلام مع الشيخ احمد دسوقي عند نقطة في منتهى الأهمية، عشان اللي مش معاه المبلغ كاملا وحابب انه ما يحرمش نفسه من هذا الأجر وهذا الثواب العظيم ايا كان المبلغ طبعا، هو برضو ايه هينفع طبعا، قرش من هنا على قرش من هنا، جنيه من هنا على جنيه من هنا، ايد على ايد سقف طبعا وبتبني، ايد على ايد بتسقف وبتبني، ايد لوحدها عمرها ما تتحرك، لازم نكون كلنا يدا واحدا، والقليل في نظرك والامل لغيرك. صحيح طبعا. واحد تبرع بألف، 25 واحد مع بعضهم عمل بقى عندنا بير، بقى عندنا بير. صحيح خلاص. بس القصة كلها ان الانسان يتحرك، واحنا في اشهر طيبها، اشهر مباركة كلها نفحات، قلنا ان دي اشهر محطة لرمضان. عود نفسي على فعل الخيرات، محطة لرمضان. سبحان الله، مواسم الطاعة والعبادة ربنا عز وجل جعل قبلها حاجات تدريجي وتخرج منها تدريجي، فعش تخش رمضان كده مباشرة. فهذه الأيام اللي احنا فيها دي أيام شغل، أيام عمل، مش أيام كلام. شغل وعمل مش كلام. ونويت تحرك، اتصل بمؤسسة نبض الحياة الوقت وقول لهم أنا هكون مساهم معاكم في حملة حفر الأبار في صحراء براني. الخط الساخن 15740، اتصل ب 15740 سعر المكالمة العادية، سعر المكالمة العادية خالص أبدا، مفيش فيها أي مشاكل. خلاص بيبعت كل سنتر، بيبعت لحضرتك حد لغاية عندك، تأكد إن ده من وتاخد الإيصال منه بذلك، وتاخد العقد بالبير، العقد بينك وبين المؤسسة بالبير بتاعك ده، وبيقول لك إحنا هنحفر لك البير في خلال شهر بالظبط. ليه؟ لأن بيجمعوا عدد معين من الآبار وبتروح تتفتح مرة واحدة، على سبيل المثال من 100 أو 150. وسعر التكلفة ده شامل الصيانة بشكل دوري للآبار؟ شامل كل شيء فيها، زي ما اتكلمنا في موضوع حملة النخيل، يعني حفر بتبطين بتجهيز بكل حاجة من الألف إلى الياء، الرخام الموجود عليها، البلاط، كل شيء في البير من الألف إلى الياء بيبقى شامل له السعر ده، كل حاجة فيها. احنا كلنا ناقصنا باقي الوقت ايه؟ ان احنا نتحرك. احنا بنجمع للناس مية ربنا اللي هي الرحمة، اللي ربنا قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطه وينشر رحمته. فانت بتجمع رحمات ربنا عز وجل، فالله عز وجل يتجلى عليك باسمه الرحيم الرحمن. كلنا في امس الحاجة الى رحمات الله عز وجل طبعا، كلنا محتاجين رحمات ربنا عز وجل. وتخيل انك ما بتدخل السرور والسعادة على هؤلاء الناس في هذه الايام، فتنالك البركة بتاعت شهر رجب اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها. خلاص. وتخيل ان دعاء سيدنا النبي لسيدنا أنس هو عنده 10 سنين، اللهم اكثر ماله وولده الاربعة تحققه، اطول واطل في عمره واغفر له. فانت الدعاء البركة، البركة دي احنا محتاجينها. فلوس كتير بس للأسف لو ما فيش فيها بركة ملاش قيمة. شهادات معاه 25 30 40 شهادة بس مفيش بركة ولا لهم أي 60 لازمة. خلاص متجوز بس مراته منكدة عليه، مش لازم الجواز. فالقصة كلها، القصة كلها فين؟ إن ربنا يطرح البركة في زوجتي، في أولادي، في القرش اللي أنا باخده بقبضه، اللقمة اللي باكلها تكون كلها فيها بركة. رسالة النهاردة يا جماعة، رجب اللي إحنا فيه شهره غرس الزرع، وشعبان شهره سقي الغرس، ورمضان هو ده شهر الحصاد، يعني التعب في الايام اللي احنا فيها. نورتنا واسعدتنا بوجودك كالعاده، بنشكرك جزيل الشكر الشيخ احمد دسوقي الداعيه الاسلامي، اللي دايما الحقيقه بينورنا وبنسعد جدا بوجوده معانا في البرنامج. وبشكر كل حضراتكم على حسن المتابعه، ان شاء الله يتجدد اللقاء في يوم جديد وحلقه جديده وطاقه جديده. الى اللقاء.